السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أم عمر للمبتدئات. أتمنى إن شاء الله تكونوا في كامل الصحة والعافية وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. أول شيء كنقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على التعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا. وبالنسبة للناس اللي عاد غيشوفوا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنسونيش فضلا منكم الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو تشوفوا الجديد. اليوم غادي نشارك معكم اقتراح او فكرة للعشاء، اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. هي عبارة عن ساندويتشات بشكل جديد. ندوزو نشوفو المكونات وطريقة التحضير. هنا كيف ما تشوفوا معايا عندي قطع الدجاج، عندي البصل، عندي الجبن، فلفل حلو، عندي توابل الثوم، وعندي الدقيق والزبده والكوزه باش غادي نحضر صلصه البيشاميل، وعندي المكون الرئيسي اللي هو خبز التوست. اول شيء غادي نحضروا الحشوه. انا هنا خديت المقله ونزلت فيها القليل من زيت المائده مع واحد الفصين ديال الثوم وحبه كبيره ديال البصله مقطعه شرائح. غادي نشحر هاد البصله مزيان حتى تنزل ويتغير اللون ديالها. من بعد غادي نضيف لها قطع الدجاج. كيف ما تشوفوا معايا هنا عندي صدر الدجاج قطعته قطع صغيره. بالنسبه للحشوه يمكن لكم ديروا داكشي اللي تتفضلوا. بعد ما يتشحر هاد القطع هادو ديال الدجاج غادي نضيف الفلفل حلو مقطع حتى هو شرائح. انا توفرت عندي غير الفلفل الخضراء، يمكن لكم تضيفوا الفلفل بالالوان كيجي احسن. هنا بالنسبه للتوابل عندي فلفل احمر وفلفل اسود والقليل من الملح. غادي نشحر هاد الحشوه مزيان حتى ما يبقاش فيها الماء، ومن بعد غادي نحتفظ بها جانبا وندوز باش نحضر صلصه البيشاميل. هنا كيف ما تشوفوا معايا خديت مقله نزلت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، ومن بعد ضفت ليها ملعقتين كبار ديال الدقيق الابيض، وغادي نبدا نضيف نصف لتر ديال الحليب. غادي نبدا نضيفو شيئا فشيئا وانا كنحرك هكا باستمرار باش ما يتكونوش معايا تكتلات. ومن بعد غادي ندير شويه ديال الكوزه، نحك شويه ديال الكوزه، نضيف شويه ديال الملح ونبقى نحرك حتى توجد معايا صلصه البيشاميل ديالي.
هنا كيف ما تشوفوا معايا خديت واحد الصينيه كتدخل الفرن او لاطا، وخديت خبز التوست وحطيته هكا كفراش اول في الطاوه، وغادي نغطي الوجه ديالو بصلصه البشاميل. وهنا غادي نضيف الجبن مبشور على وجه الخبز او على وجه صلصه البشاميل، ومن بعد كيف ما تشوفوا معايا غادي ننزل الحشوه ديال الساندويتشات اللي حضرتها معكم من قبل، غادي نسرحها هكا على الخبز بطريقه متساويه باش يجيو الساندويتشات ديالنا عامرين مزيان ومقادين. غادي نضيف لهم القليل من الجبن، ومن بعد غادي نغطي بالطبقه الثانيه ديال الخبز كيف ما غتشوفوا معايا، والوجه الفوق ديال الخبز غادي نزيد نضيف ليه ثاني صلصه البشاميل، ونحك ثاني الجبن، وندخل الصينيه ديالي للفرن واحد المده حتى يذوب داك الجبن وتتحمر من الوجه. ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الساندويتشات اليوم او اقتراح اليوم، خليكم معايا حتى خرجوا الساندويتشات من الفرن. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خرج الصينيه من الفرن كتكون على هذا الشكل، كنقطعوا الساندويتشات ديالنا بشكل متساوي وكنقدموهم في اطباق فرديه، كنرافقوهم بالقليل من الفريت البطاطا المقليه. نتمنى ان شاء الله فكره اليوم او اقتراح اليوم ينال اعجابكم تحضروه، واذا عجبكم الفيديو خليوا لي رايكم في التعليق. حتى لهنا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، ونضرب لكم موعد قادم باذن الله. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.